الشاب صلاح ابن العشرين ربيعاً، لكنه لا يزال في الصف الخامس الابتدائي برفقة زملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة. تتمثل إعاقته بشلل دماغي أفقده النطق لتصبح الإشارات لغته الوحيدة. هنا بالفصل مخنوق، بالفصل ما يسمعش ولا يفهم. كان في فصول كثير، كان في باصات يوصلوهم للمدرسة ويرجعوهم، كان المبنى واسع، كانوا يلعبوا كرة، أيوة جميع الأنشطة. أما هنا ما لا في حاجة ولا في شيء. هنا أفنان ابنة 18 ربيعا تدرس في الصف الرابع الابتدائي أيضا، تشارك صلاح الإعاقة والفصل وكذلك المأساة. أنا أصل واحد وأنا أول لا سادس مستحنين، لا نعرف نخرج ولا نعرف على حاجة هنا. جمعية الأمل للمعاقين إحدى المرافق التي تبقى خارج دائرة اهتمام السلطة المحلية والإعلام والمنظمات الإنسانية. إنها أحد النماذج الحية التي شملتها مأساة الحرب وشردت أبنائها بعيداً عن مقرها الوحيد الكائن في منطقة كلابة، حيث ألقت بهم تحت رحمة هذه الفصول في مدرسة الصديق التربوية وسط تعز. الجمعية فقدت كل ممتلكاتها من باصات وأثاث، والآن المبنى في خط تماس لا نستطيع الدخول إليه. طرقنا جميع الأبواب لكن بلا فائدة، لم نجد دعم من أي جهة. أفنان وصلاح نموذجان لخمسمائة إنسان حرمت الحرب منهم أكثر من 300، بالإضافة إلى 50 مربياً الحق في الرعاية والأمان والتعليم. تركت الحرب بصمتها السيئة على الجمعية الوحيدة التي تعمل في تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة ذهنياً، وفي ظل الإمكانيات المادية الشحيحة أصبح الإغلاق هو الخيار في وجه الجمعية. إذن يأمل هؤلاء الأطفال من ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة أن يتلقوا الدعم والاهتمام ولو من فاعلي الخير، ليستعيدوا ما تبقى لهم من بصيص أمل في ظل غياب دور الحكومة والمنظمات العاملة في هذا المجال. مها علي، قناة بلقيس، تعز.